وصل عدد المستفيدين من الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا منذ انطلاقها يوم الأحد الماضي وحتى اليوم إلى 40,000 في مختلف المحافظات، وفق مديرة الرعاية الصحية في وزارة الصحة الدكتورة رزان طربيشي. نحن عنا هدف نحاول نقدر نوصل لأكبر عدد ممكن من المواطنين لأعطائهم اللقاح مشان نحن نرفع نسبة المناعة عندهم، من أجل أنه ما يصير عنا إصابات شديدة بمرض الكوفيد. هلأ نحن تقريبا حتى الأمس وصلنا تقريبا لعدد 40,000 مواطن تم تلقي خدمة اللقاح لديهم. في إقبال كتير خاصة لاحظنا من فئة الشباب، أول ما بيدخل الشخص بياخذ رقم دور مشان ما يصير فيه عجقة، لذلك بينتظر بقاعة الانتظار برا. خلال جلوسهم هون كمان نحن بنعطيهم بعض النصائح، بعض الإجراءات الوقائية حول اللقاح. بيتم الصبايا هون بيسجلوا المعلومة عن الهوية الشخصية وبيسجل بالسجل الخاص تبعه، بعد منها بيفوت لجوا على الغرفة الخاصة باللقاح بيتلقح، نختم له الكرت تبعه بطاقة اللقاح الوطنية، إذا بدهم أي استفسار في عنا رقم مسجل على البطاقة، المنصة مفتوحة إذا بدهم شهادة لقاح دولية، منعلمهم كيف بدهم يفوتوا على المنصة، كيف بدهم يحصلوا على بطاقة اللقاح الدولية. إحنا الكورونا هو أثر على حياتنا بشكل عام، وأنا لي تجارب مع هذا المرض، خسرت والدي فيه يعني صراحة، فأنا من أول الناس اللي بشجع الناس على هذا اللقاح، ويعني أكيد كل الكرة الأرضية اليوم عم تتلقح، فهو رح يكون بالفعل يعني رح يجي يوم إنه إنسان مضطر إنه هو يتلقح، لأنه هو بالأساس شيء مفيد لصحته، هو شيء رح يخلي الحياة ترجع تعود لاستمراريتها. يعني صراحة هي الكورونا كانت عقبة. طبعاً هذا الشيء كتير مهم، خاصة إنه نحن الشباب لازم أول الناس نبادر بهذا الشيء حتى نفهم الناس إنه هو اللقاح شيء أساسي صار بالحياة. حماية أهله. يعني شم عدم الإصابة اللي شجعني حفاظا على عائلتي، عم اسمع انه قد في حالات إصابات، انا والدتي ست كبيرة، وحفاظا على اخواتي. يعني وصلنا بمرحلة ضروري، يعني هلا اكيد اللقاح هو ما بيمنع تنصابي، بس حتنصابي بنسبة كتير اخف، يعني ونحن عم نشوف اللي حوالينا شو عم بيصير، فاكيد هذا بده وعي كتير ضروري، صار لازم مثله مثل اي لقاح تاني الحقيقة. يعني نحن بوباء ولازم نخلص منه. وقاية من المرض سواء وقاية شخصية او وقاية اجتماعية، يعني بيحمي نفسه وبيحمي غيره. لازم انه الواحد يحافظ على صحته مشان ما يعدي غيره، ويحافظ انه على اهله بالبيت مشان الكبار بالعمر، مشان احمي حالي واحمي اهلي.